المؤلف رحمه الله سنبدأ الآن بالكتاب. قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى سبحان الله، أين المقدمة؟ لماذا لم يكتب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا الكتاب قد التقيت وضعت فيك نقل؟ قالوا أن المؤلف رحمه الله اقتدى بالبخاري، قبل أن يؤلف كتاب التوحيد نظر في صحيح البخاري، وإذا البخاري رحمه الله لم يكتب مقدمة لكتابه فاقتدى بالبخاري. البخاري رحمه الله علق الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لأنه حديث متخصص في الحديث وكتاب متخصص في الحديث. وهنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب متخصص بماذا؟ بالتوحيد. إذا أدلة من كتاب السنة، كتاب التوحيد وقول الله تعالى، هذا قول. القول الثاني أن البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجدت في بعض النسخ، فبعض النسخ موجود فيها البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هنا عندنا في هذه النسخة سقطت من هذه النسخة، وجدت في بعض النسخ. القول الثالث كتاب التوحيد، هذا مقدمة لا داعي أشرح لك، أقول كتاب التوحيد واضح في أشياء لا تحتاج إلى شرح، هي واضحة، عدل، ظلم، أرض، سماء، لا يحتاج أن أشرح هذا، مفهوم؟ أي نعم، كتاب التوحيد هذا مقدمة واضح. الرابع أن الأبواب الخمسة الأولى على ما ذكر قسمنا نحن، قلنا الأبواب الخمسة هذه كالمقدمة لكتاب التوحيد. إذن عندنا أربع أقوال لماذا لم يكتب المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة لهذا الكتاب. قال كتاب التوحيد، تقدم معنا التوحيد وأنواع التوحيد الثلاثة. من الأمور التي انتقدت على محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد أنه ركز على توحيد الألوهية، ركز على توحيد الألوهية، انتقدوه وإذا هم يمدحوه. لماذا؟ لأن الخلل أكثر ما يكون عند الناس في أي توحيد؟ في توحيد الألوهية، وأرادوا أن يقدحوا إذا هم يمدحوا. وذكر هذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد أنه هذا من أحسن ما يكون، مع أن المؤلف لم يترك توحيد الربوبية ولا توحيد الأسماء والصفات، قلنا في أبواب كاملة في الأسماء والصفات، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وأبواب في توحيد الربوبية، باب ما جاء في المصورين قلنا لكم الآن، باب التسمي بقاضي القضاء، وسيأتي بإذن الله تعالى. إذا ركز المؤلف على توحيد الألوهية، توحيد العبودية، لأن الخلل فيه أكثر ما يكون، ولم يتجاهل الربوبية والأسماء والصفات. وقول الله تعالى هذا المقدمة، الباب الأول لو تنظر في الآيات والأحاديث تجدها تجتمع في ماذا؟ باب وجوب التوحيد. إذا جاء بالباب الأول أراد أن يبين أن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام.